هيك محل البراد قاعدة تبيت البراد كله دام ما حسينا الا النار اشتغلت في البيت كلها. طلعنا نركض لبرا بدنا بس نفوت في حالنا يعني. البيت كله انحرق، بيتي وبيت اهلي جنب المني انحرق بشكل كامل، ما ضل في شيء بسبب مس كهرباء بالبطارية، فجرت البطارية بعدين انحرق البيت كله. عالم فزعت بالمي بالقواديس بالطناجر، صار يطفوا يعني ما عندنا امكانيه نطفي، لا طفيت حريق لا شيء لا شيان. عندنا مركز دفاع كان قبل بحربنوش، صار عندنا قبل المره حريق، فكان عندنا مركز دفاع مدني بحربنوش كان يوصل. اليوم دقينا على الدفاع المدني ما وصلنا من كفر يحمول الا كانت قايمة الساعة، يعني كانت النار ممتدة من بيت لبيت تاني، شقتين حرقني في الكامل. احنا ساكنين فوق حربنوش بعشرة كيلو، والدفاع المدني بعيد علينا بيجي 20 كيلو، شو بدي لحق دغري؟ قمنا طلعنا هيك العالم كلها بتعيط ونسوان عجان، وصار في حريق هون جيرانهم، ما في حدا. بدنا شيء دفاع مدني، بدنا اسعاف، ما في حدا. هون الشباب المخيم جابوا الطفايات اخيو وصاروا يحرقوا. العالم هون حاطين اغراض كثير، جماعه غسالات وبرادات اخيو وراح كل شيء عندهم.